بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ، رأيت أن دائما أحلم أني أزني، مرة أزني مع امرأة ومرة مع أناس لا أعرفهم، أرجوكم أفتوني فإني قلقة، مع صديقتي فإني قلقة جدا. يعني هنا صراحة يذكر أحد أهل العلم رحمه الله، يقول الزنا إن كان من امرأة معروفة فليس طيب. قال لما قال وقوعه في الحرام، الوقوع في أمر قد حرمه الله عز وجل، ولا أريد التنويه عليه. وإن كانت من امرأة مجهولة قال تفتح له الدنيا، تفتح له الدنيا. لماذا؟ لماذا؟ قالوا لأن النساء في مجمل النكرة، إذا امرأة لا تعرفها في مجمل النكرة نقول تفتح له الدنيا. ما الدليل؟ قال عليه أو أمر يحبه، أو أمر يحبه يدخل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عين الصلاة. فنكاح المرأة المجهولة في الرؤيا يدخل عليك أمر تحبه والله أعلم، وأما المعلومة التي تعلمها فليس طيب، والله تعالى أعلم وأجل، وأصيب وأخطئ، وكل يؤخذ من كلامه يرد إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هنا يا شيخ أحلم كثير بالشياطين، كثير، ويقيدونني وأحيانا لا يخرج صوتي. يعني إخوانا رؤية الشياطين يعني هذه تحتاج، أول حاجة رؤية الشيطان في المنام وتقييده يؤول بالذنب. تقييد الشيطان للمرء في الرؤيا يؤول أنه مقيد بالذنوب. لماذا؟ لماذا؟ نقول والله تعالى أعلم، دخل أقوام إلى الحسن البصري قال يا إمام، اسمع الآن يعني إخواننا، اسمع مشكلة يعني الذين هم خير الناس، يعني القرون الذهبية، الجيل محمد والصحابة والتابعين. دخل أقوام الحسن البصري، اسمع مشكلتهم ليست كمشكلتنا. قالوا يا إمام إنا لا نقوى على قيام الليل، وكلما هممنا للقيام يعني جاءنا النوم. هذه مشكلتهم. فقال لهم الحسن البصري رحمه الله، قال قيدتكم ذنوبكم، قيدتكم ذنوبكم. فالقيد من الشيطان إنما يؤول بذنب أنت مقيد به، فبادر بالتوبة أخي الفاضل، واعلم أن الله عز وجل إنما أحيانا يبعث والعياذ بالله النكال والعذاب للأقوام حتى يعودوا إلى الله، فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فالله عز وجل أحيانا يأخذ بالبأساء والضراء لتتوب إلى الله، وأحيانا يرسل لك رؤيا حتى ترجع إلى الله. فاجعل الرؤيا سبب هداية، فاجعل الرؤيا سبب هداية، ولا تنتظر أن ينزل عقاب الله عليك والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيت الله يعطي العبد على ما يكره فاعلم أنما هو استدراج. قال تعالى سنستدرجه من حيث لا يعلمون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته والعياذ بالله. فاتقوا الله ويحذركم الله نفسه، اتقوا الله ما استطعتم. قال تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فنسأل الله أن يمتعنا سنين بالصحة والتقوى والعافية، ولا يمتعنا سنين في المعصية، نعوذ بالله عز وجل من سخطه، نعوذ بالله من هذا. طيب،